خير. يوم السبت 17 شباط فبراير، اليوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت لليوم الثاني على التوالي. الاجواء اليوم حلوه لموالي برج السرطان، اكيد لموالي برج الحوت، وكذلك لموالي برج العقرب. مش بس هيك، مكمله معكم نفس الشيء لبكره الساعه 2 بعد الظهر بتوقيت بيروت. كيف رح بتكون ابراجنا؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك مولود برج الحمل، بعدك ستاند باي، بعد ما قلعت، بعد الامور عندك اليوم مش ماشي مثل امبارح، حاسس انه بتركض بتلفن، ما حدا بيرد عليك، ما حدا بيعطيك موعد، ما في شيء عم بيزبط، ما في شيء عم تتحلحل. بما انه هلا اجازه عطله اسبوع، حاول انه تخصص هالنهار لحتى تشتغل على مهلك، تهتم بامورك العائليه المنزليه او امورك الشخصيه. تبقى المواليد الاكثر تعبا 15 16 و17 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور، هيدا نهار بعتبره حلو بالنسبك، الانرجي اللي فيه، الطاقه اللي فيه تنسجم مع طاقتك، بتحس انه انت قادر تتفاعل مع الناس، المجتمع يتفاعل معك بطريقه حلوه. شو معناتها؟ شو بتستفيد؟ بتستفيد انه بتقضي نهار كثير حلو، سواء كنت مع العائله مع اولاد، شو ما عملت اليوم نهار مفيد وجيد ومريح بالنسبه لإلك. 13 14 و15 ايار مايو الاكثر حظا. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، الضغط موجود، هريبة ما في، المسؤولية كانت عائلية، أولاد، العائلة، الأهل، اليوم في شغل، حتى ولو أنت عازب ما عندك مسؤوليات، بتحس إنه اليوم نهار مقضى مش للراحة، اليوم عم تركض ميلة لميلة من السوبر ماركت، من هالأمور، أو قاعد بالبيت عم تشتغل، هيدا نهار متعب، لكن نهار مفيد وبيعطيك ريوردز بالنسبة لك بكيفك، فبالتالي لا تهمل هالمسؤوليات. بتضل مواليد الأكثر حظا 19 و20 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، نهار كتير حلو، أنت بتفرح فيه، بتنبسط فيه، ليش؟ لأنك بتحس إنه أنت قادر تقريبا تروح بكل الاتجاهات اللي انت بتريدها، ما بتحس حالك مقيد، ما بتحس حالك بين اربع حيطان، ما بتحس حالك انه الناس من حولك هن مقيدينك، عندك قدره لحتى انت تنسجم مع الناس والناس منسجمه معك، وبالتالي كل شيء سهل، كل شيء ميسر، ولانه كل شيء ميسر، حلو تشتغل على امور مهمه، عندك مشكل مع حدا، اشتغل، التقي بهالاشخاص، حل المشاكل، عندك مساله مهنيه، دراسيه، اتصل بحدا، يوم نهار ايجابي بيساعدك تحل كل المشاكل. خاصة إذا كنت من مواليد شهر حزيران يونيو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، الجو اليوم بعده هو تكملة لمشوار اللي تقريبا أول أسبوع أنت دخلت فيه، يعني حاطط حالك بجو أو أنت محطوط بجو مش قادر تطلع منه، يلي هو له علاقة بتتعامل مع الأمور الحياتية اليومية بدقة، بهدوء، برواق، وايضا بإليجنس، بدك تكون كثير شيك وكلاسي بالتعامل مع الناس، لحتى ما الناس تاخذ فكره عاطله عنك، واذا ما بهمك هالموضوع لحتى انت تضلك ربحان، بهمك تضلك تكسب وربحان ثقه الاخرين، هذا النهار بيساعدك لتظبط هالامور. الانشط يلي ما بيهدى ايجابيات حلوه بانتظاره 5 6 و7 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء، صحيح في شيء عم بزكسكك، في شيء مش زعجك من امبارح، حتى يمكن منك نايم منيح، منك نايم مرتاح، وراسك عم بوجعك، تعبان، نرفز، معصب، خلقك ضيق، احتمال هالامور هاي، ليش؟ لانه من امبارح الجو هيك الامور عم تغلي شوي عند بعض الاشخاص. مولود برج العذراء، مطلوب منك انك اليوم تتعامل مع الامر الواقع بكثير نضج. يمكن يكون في مسألة شريكك بالحياة، شريكك بالعمل، أشخاص من حولك، ناس ما بتعرفهم، ناس تعرفهم، يمكن بحاجة لمساعدتك. هالأمر بيزعجك، بتحسها إنها تحدي لإلك، لكن بالنتيجة لازم تتعلم التفاعل مع الآخرين بطريقة حلوة ولبقة وإيجابية، فليش لا؟ اليوم فيك تقلب المعادلات لصالحك. الأوفر حظا 28 ل 31 آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، إذا فكر إنه اليوم نهار ما عندك شيء تعمله إلا تكزدر وتطلب الناس تخدمك، اليوم نهار بالعكس تماما، أنت عم تركض، أنت اللي عم تخدم الناس، بدءا من عائلتك ومن أولادك، بدءا من بيتك إذا أنت عازب، ما في شيء ما عم تعمله، عم تركض ميلة لميلة لتلحق.
البيت، التنظيف، الاستقبالات، يمكن عم تاخذ الاولاد، عم تجيب الاولاد، يمكن عم تشتغل في شغل، حتى شغلك المهني يمكن عندك بالبيت. الاجواء منا سلبيه، منا سلبيه، بالعكس تماما، خلي هالحركه تكون ايجابيه وبناءه. الاكثر حظا 21-22 اكتوبر، بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بعتقد انه اليوم هو محطة حلوة بالنسبة لك، هيدي محطة تظبيط الامور، ترقيع الامور، هيدي محطة مصالحات، محطة للتعارف، محطة لحتى تظبط امورك المهنية نهار سبت، لكن ما في مانع اليوم انك تتصل بحدا، تظبط امورك معه، تعتذر او يعني اي مسج اليوم بتكون لصالحك، فتحرك، ما تقعد مسكر البواب عليك وقاطع حالك عن العالم، بالعكس تماما. 14-15 نوفمبر الاكثر حظا، برج القوس. بالنسبه لبرج القوس اليوم مولود برج القوس حابب يوعظ، حابب يوعظ اولاده، ليش هاي هون؟ ليش هاي هونيك؟ ليه 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 ليه؟ ليه؟ اليوم نهار بدك تروق شوي على حالك وعلى غيرك، ما تنسى اليوم نهار سبت، أكثرية الناس بإجازة خاصة الأولاد، خاصة الناس من حولك، وبالتالي خفف شوي من ما رح أقول تفلسف بين هلالين، لكن حاول إنه ما تنزع عطلة الأسبوع على الآخرين، وما تنزع على حالك، لازم أنت تستريح أيضا وتنبسط بهيدا النهار. أما إذا كنت من مواليد 4-5-6-7 ديسمبر، كون حذر جدا، السرعة ممنوعة كليا والمجازفات. كمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي اليوم أنت مولود برج الجدي قادر تعمل أحلى هيصة، قادر تعمل أحلى لقاء، أحلى جمعة حلوة. اليوم الديناميكية اللي عندك إياها، الدينامية اللي عندك إياها بتخلي كل شيء يزبط، بتخلي الجو مرح، بتخلي الأمور تمشي، مش توقف وقعد الكل عالم ناطرة، ما في، اليوم طالع نازل، طالع من محطة ترين نازل، طالع نازل لأنك عم توصل، الأجواء ممتازة لكل الأعمار عند مولود برج الجدي، وإذا عندك مسألة حابب إنك تحلها، مسألة حسابية، دراسية، شو ما كانت، مفاوضات، اتصالات، مسألة اجتماعية معقدة، اشتغل عليها اليوم لأنها بتنحل. الأوفر حظنا 12-13-14-15 حزيران يونيو. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو ليش لا؟ اليوم تكون ربحان، ربحان كثير، شو بتربح؟ كل شيء، بتربح أول شيء بتعرف الأجوبة، بتعرف تحل المات، يمكن تربح ثقة الناس، هالجار اللي بحياته محكي معك اليوم بتمشي الأمور بشكل جيد، اليوم مولود برج الدلو كل شيء لألك، كل شيء كفة ميزانك أنت، كفتك أنت، وبالتالي بس حاول تعطي شيء بالمقابل لحتى تضل الامور منسجمه، الاجواء ممتازه، اخبار حلوه بتوصل لك، الاكثر حظا 11-12-13 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبه لبرج الحوت اليوم لانه القمر ببرجك، فيك تقول انه انت عم تطوي شيء، عم تطوي شيء، يعني كانك وصلت ل الى لعبره، لنتيجة لخلاصة انه في شيء ما بدك اياه، ان كان علاقة، ان كان روتين، ان كان شيء، ان كانت هواية، حابب تدخل شيء جديد، هواية، علاقة، يمكن تغيير بطريقة التعامل مع الأشخاص، مع فلان، مع فليتين، اليوم في ضوء أخضر لحتى أنت تقرر على عامل افاكتور حلو بوزيتيف تدخله بحياتك، الأكثر حظا مواليد شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة مثمرة، هيدي سنة حلوة، هيدي سنة غنية جدا، بغض النظر عن عمرك بتفرح فيها، بتكسب فيها، وبتحس حالك انك اغتنيت واسمك لمع في العالي، هيدي سنة كتير حلوة، اعطيها من قلبك وبتشوف انه ما رح تندم. شباط فبراير، حزيران، يونيو، اكتوبر هني افضل اشهر. الى اللقاء بكرة ابراج جديدة، باي باي. رح نتابع بعض لحظات محطاتنا مع ضيوفنا بالستوديو، خليكن معنا.